إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم وفاة فنان مغربي بأزمة قلبية. خليكم معنا الآخر وغتعرفوا شكون وكيفاش. أهلا متابعينا الأوفياء، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. كما عودناكم فيديو جديد وأخبار جديدة. اليوم الوفاة ديال الفنان المغربي عبدو الشريف الملقب بعندليب المغرب، اللي جاته واحد الأزمة قلبية خطيرة، اللي مشى للكلينيك ومن بعد الله يرحمه توفى. اليوم توفى هذا الفنان المغربي اللي كل شيء بطبيعة الحال كيعرفوا، الشهير عبدو الشريف والله يرحمه ويجعل متواه الجنة يا ربي. ومن هذا المنبر كان تعازينا الحارة لعائلته ولأي واحد قريب لعنده واللي فان ديالو بطبيعة الحال، الله يرحمه ويجعله من مقام إن شاء الله في الجنة يا ربي. المهم أخوتي، هادو هما المستجدات والمعطيات اللي عندنا. إلى ملتقى آخر وفيديوهات أخرى، ما تنسوش أنكم تابونوا معنا وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش أنكم تخليوا دعواتكم مع هاد السيد هذا بالرحمة والمغفرة. هاد الشي ما كان. السلام عليكم.